من جهته أكد المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني بشار مراد أن هيئته تلقت أكثر من اتصال من الاحتلال الصهيوني لطلب إخلاء مستشفى القدس في غزة. مراد وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج حديث الجزائر عبر قناة الجزائر الدولية رفض إخلاء المستشفى إلا تحت مظلة الصليب الأحمر الدولي. تلقينا أكثر من اتصال اليوم من الاحتلال الإسرائيلي وطلب إخلاء المستشفى، وحتى هذه اللحظة نحن نرفض إخلاء المستشفى إلا تحت مظلة الصليب الأحمر. أبلغنا الصليب الأحمر أنه لا يمكن إخلاء هذا المستشفى إلا بوجود الصليب الأحمر، ويجب توفير كل اللوجستيات طبعا لإخلاء هذا العدد الهائل من المواطنين. نتحدث عن 12,000 مواطن، أكثر من 70% من المواطنين الموجودين داخل المستشفى هم أطفال ونساء، بالإضافة إلى مرضى العناية المركزة الذين هم على أجهزة التنفس الصناعي، لا يمكن إخلاءهم بهذه الطريقة، بالإضافة إلى الطاقم الطبي.